هل يمكنني الشواء إشعال الباربيكيو خلال فترة Fire Danger Period؟ لا يمكنني ما لم أتأكد من أنه ليس يوماً شديد الرياح وأن هناك مساحة مكشوفة حول وفوق مكان الباربيكيو. ينبغي وجود شخص في جميع الأوقات والتأكد من إطفاء الباربيكيو عند الانتهاء منه. في يوم توتو فاير بانداي يمكنني فقط استخدام الباربيكيو الذي يعمل بالغاز أو الكهرباء، ويجب كذلك أن يكون لدي من الماء. لا يمكنني استخدام الباربيكيو الذي يعمل بالحطب أو حبات الفحم الحراري أو ما شابه ذلك. لمعرفة المزيد حول كيفية الشواء باستخدام الباربيكيو بصورة قانونية، يرجى زيارة الموقع cfa.vic.gov.au/languages.